ازيكم يا جماعه؟ وزي ما وعدتكم الفيديو التاني بتاع بلاك فرايداي ادينا دخلنا فيه وهنعمله دلوقتي. العروض بصراحه اللي كنت مستنيها اللي هي هتقلب الموازين بقى و70% تخفيض و80% تخفيض لغايه دلوقتي لسه ما نزلتش او ممكن ما تنزلش مش عارف بصراحه. فاهم حاجه بس بعد الفيديو ده يخلص تابعني على الفيسبوك عشان فعلا لو في عروض قويه نزلت هنزلها لكم على الفيسبوك عشان احتمال مش عارف اعمل فيديو ثالث. بس لو العروض دي كويسه وتستاهل هيتعمل عليها فيديو ثالث احتمال هتعمل فيديو ثالث ولكن مش وعد تماما. ولكن خلينا ندخل في العروض التحفه اللي موجوده دلوقتي لفيديو بلاك فرايداي. نبدأها مع أرخص كابل مايكرو يو اس بي ممكن تشتريه تقريبا في حياتك وهو كابل بأربعة جنيه. خلي في علمك بس انك كنت بتشتري الكابل ده اللي هو مش هيدعم طبعا الفاست تشارجنج ومش الكابل اللي هيعيش معاك، يعني هو اخره بالظبط اسبوعين ثلاث اسابيع شهر لو هو برنس وهيموت مش هيكمل معاك. بس فكرة انك تشتري كابل مايكرو يو اس بي بأربعة جنيه ده بحد ذاته ديل. يعني العرض التاني معانا هو عرض بصراحة عن منتج انا كنت بستخدمه بقالي فترة طويلة جدا وهو من شركة كينغستون وهو ميموري كارد. هو مش بيطلع من جوه البتاع ده وهو ميموري كارد بحجم 16 جيجا مايكرو اس دي. في سعر 16 جيجا ارخص ميموري كارد ممكن تلاقيه هو الميموري كارد ده بسعر 64 جنيه. ولعلمكم يا جماعه بس في نقطه، والميموري كارد دي ليها سرعات. سرعه الميموري كارد ده هو كلاس 10. كلاس 10 ده بيتميز بسرعه قراءه او ريد سبيد 80 ميجا بايت في الثانيه الواحده. الرايت سبيد لحد ما بطيئه حوالي 10 ميجا بايت هيتكفي اللي انت تصور عليها فيديو فول اتش دي، ولكن فيديوهات ال 4K ممكن تهنك شويه لو انت بتستخدم موبايل فلاج شيب. الموضوع ده ينطبق شويه على 16 جيجا، اما لو دخلت مثلا في نسخه 32 او 64 او حتى ال 128 256 من نوع الميموري كارد ده هيديك سرعه افضل. وبصراحه بسعه 16 جيجا ارخص ميموري كارد ممكن تلاقيه ب 64 جنيه هي الميموري كارد دي. برو سكينز بتقدم انواع حمايه مختلفه ممكن تتلزق على موبايلك بتغير شكل الموبايل، والاهم ان هي بتخلي ملمسه افضل كتير من الملمس اللي ممكن يكون بيزفلط من الموبايل نفسه. برو سكينز بيستخدموا خامة 3M وهي من افضل خامات في العالم. بما اننا في موسم بلاك فرايداي فحاليا الفتره دي عاملين تخفيضات ممتازه جدا لغايه اخر شهر نوفمبر. لينك الموقع والصفحه بتاعتهم هتكون في وصف الفيديو. المنتجين الجايين دول منتجات انا فعلا بستخدمهم استخدام يومي بقالي تقريبا شهر شهر ونص. الشركه كلمتني من فتره قالت لي يوسف احنا عندنا منتجات مش عارف ايه وبعتت لي المنتجات دي، وبصراحه ما كنتش ناوي اصلا اقول لهم فيديو بلاك فرايداي ده وهعمل لهم فيديو تاني مخصوص ليهم عشان انا معجب بيهم. ولكن لما لقيت التخفيضات اللي نزلت عليهم ما ينفعش ما اقوله لكمش. وهو اول منتج من شركه ترون سمارت وهو ده شاحن عربيه. فكره الشاحن ده هو حاجتين، اول حاجه ان هو في مدخلين مايكرو يو اس بي، ثاني حاجه وان المدخلين دول مدخلين فاست، مدخلين بيطلعوا فولت وامبير 5 فولت 2.4 امبير لكل مدخل منهم. في الحجم الصغير ده مفيش ولا منتج في العالم بيديك كميه الامبير ده. والاقوى من كده كمان ان المنتج ده نازل من 200 جنيه ل 77 جنيه فقط. مره تانية انا كنت ناوي اعمل فيديو تاني على المنتج ده اصلا، ما كنتش ناوي اتكلم عليه في فيديو بلاك فرايداي، ولكن 200 ل 77 جنيه ده في حد ذاته ده عرض كويس جدا اللي عنده عربيه كده. يعني ده بصراحه استخدام ممتاز جدا هتلاقيه في الديسكربشن الفيديو. هو لحد ما 77 جنيه دي مش موجوده على سوق جوميا. سوق جوميا اغلى شويه من 77، حوالي 100 وشويه 120 130، ولكن على الموقع الرسمي بتاع الشركه سعره 77 جنيه. والمنتج التاني من نفس الشركه هو منتج عباره عن ثلاث سلوك مايكرو اس بي، ممكن اعتقد ان انت تجيبهم يو اس بي تايب سي او اللايتنينج، مش متاكد المعلومه دي. ولكن هنا الباكت دي ثلاث سلوك مايكرو اس بي بسعر 100 جنيه وكان نازل عليهم تخفيض تقريبا من 180 ل 100 جنيه. في ناس كتير منكم كنت تقول لي طب انا هستخدم الكابل جوه علبه الموبايل، ده حل كويس جدا. ولكن عاده الكابلات دي اما اللي هي بتبوظ بسرعه او مش بتستحمل معاك، يا اما الكابلات دي مش بتدعم الشحن السريع زي ما بعض الكابلات الثانيه بتدعم حاجه زي كده. الكابلات دي ككواليتي وكسعر مش زي الكابل ابو 3 جنيه خالص. انت بتتكلم على كابل جولد بليتد ومنظر شكله حلو، وده يا جماعه فعلا مش اعلان، انا مش مدفوع لي اي فلوس ان انا اقول لكم ان الكابلات دي كويسه او وحشه او اي حاجه. انا فعلا استخدمت الكابلات دي فتره طويله واقدر اقول لكم ان في فرق منها وان الكابلات بتيجي علبه الموبايل وفي فرق منها والكابل ابو 3 جنيه اللي في اول فيديو. يعني فعندي كواليتي حلو جدا. المنتج اللي جاي ده يا جماعه نازل تخفيض 45% وهو المي باند بتاع شاومي. المي باند اللي انا بتكلم عليها دي النسخه الاولانيه اللي هي مي باند 1، نازله من 400 جنيه ل 222 جنيه. المي باند دي بتقدر اللي هي تعرف نبض قلبك وتبعت المعلومات دي للموبايل بتاعك، وانت من الموبايل بقى تعرف المعلومات دي وتبقى صحي اكتر وكده. هو في الاخر محدش بيمشي اكتر وكلنا في الاخر بنبقى بطه بلدي بناكل اكل ولا مش صحي اخر اليوم. ولكن عرض بصراحه كويس جدا اللي هو يتقال في الفيديو. في عرضين اكتشفتهم بعد ما خلصت الفيديو، هي مش عروض قوي، هي تخفيضات تقريبا 10% 7%. ولكن عمرك شفت باور بانك 20000 ملي امبير ب 200 جنيه؟ يعني هو كان نازل من 240 ل 190 جنيه وتشز، يعني عرض مش قوي قوي بس ما زال عرض كويس. 20000 ملي امبير اور بحوالي 200 جنيه ده كويس. وبرده لو عايز تروح للاكثر شويه ممكن تروح لل 30000 ملي امبير اور ب 300 جنيه.
ده بصراحة ارقام ما انا مش شفتهاش قبل كده في باور بانكس. هل ده كويس وهل ده هيعيش معاك؟ بصراحة ما اعتقدش ده هيعيش معاك اكتر مثلا من 5 شهور 6 شهور بكتير، عشان الكواليتي بتاعتهم مش كويسة والريتنج بتاعهم مش اعلى حاجة. ولكن لو عايز باور بانك يقضيك 30000 ملي امبير اور ب 313 جنيه ده برضو مش وحش خالص. يعني العرض اللي جاي ده كل الطلاب اللي لسه في ثانوي واللي في جامعة وفي كل عيلته هيستخدموه، وهو الساينتفك الفيتر اللي احنا استخدمناه في طول حياتنا. انا اول ما شفت البتنظر ده اللي هو فجد اللي هو رجع لي كده حاجات المدرسة وكده. الكالكوليتر الكاسيو ده يا جماعة عليه تخفيض 41%، نازل من 320 جنيه ل 190 جنيه. بصراحة مش متابع قوي الاسعار، ولكن ما اعتقدش اللي هو كان 320، اعتقد هو كان في رينج 250 حاجة زي كده، ولكن برضه هو نزل 250 190 فده مازال سعر كويس. وانا قاعد كده بحضر الفيديو لمدة 6 ساعات الصبح كده وعمال احط العروض بقى واللينكات وكده، لقيت المنتج ده. هو بجد يعني مش قصدي حاجه، بس هو البنات والستات بيلبسوا الحاجب دي، يعني لو حد يلبسها على تخفيض كويس. بس يعني هو كل اللي انا كنت اشوفه في الحياه ده كان خدعه فعلا، ودي ما كانتش حاجات حقيقيه. ايه مين ده؟ عرض الهاردسك ال 2 تيرا بايت السي جيت ما زال لسه موجود بحوالي 1295 جنيه. وبرده العرض الجديد اللي نزل مؤخرا هو العرض اللي على ال 4 تيرا بايت، نازل ب 2000 جنيه فقط. فهنا انت بتتكلم على الهاردسك ال 2 تيرا بايت ب 1300 جنيه والهاردسك ال 4 تيرا ب 2000 جنيه. وبصراحه الموضوع عجبني فاشتريت واحد في البلاك فرايداي. لو انت من محبي تصوير الاكشن وبتحب تركب بقى جيت سكي على الساحل كده وتصور اللي انت بتعمله، فالجو برو هيرو 5 نزل عليه تخفيض 1000 جنيه من 7000 جنيه ل 599 جنيه. بصراحة تخفيض حقيقي، واللي هو كان فعلا بسبعة ودلوقتي سعرها 6. هي ما زالت موجودة بره ارخص كتير من كده، ولكن في مصر هنا التخفيض ده حقيقي فعلا، وجو برو نازلة ب 6000 جنيه. كلنا مستنيين تخفيضات الموبايلات، والمرة دي في تخفيضات على بعض الموبايلات، واهمها موبايل الهواوي بي 20 لايت. الموبايل ده نزل من 5500 ل 4000 جنيه فقط. موبايل بي 20 لايت ده بيجي ب 4 جيجا رامات و 64 جيجا مساحة تخزين، وامكانيات لحد ما كويسة جدا. والبي 20 لايت ده موبايل مش قديم، الموبايل ده احنا بنتكلم تقريبا نزل من حوالي 3-4 شهور حاجه كده، اللي هو موبايل مش اللي هو من السنه اللي فاتت ولا حاجه كده. لا الموبايل ده فعلا بصراحه هارد ممتاز جدا، وانصح جدا الموبايل ده، لان ده ممكن تشتريه من 5500 ل 4000. ده عرض كويس، واعتقد ان هو مش هيكمل وهيخلص بسرعه، فانت لو عايزه الحق اشتريه من اللينك اللي هيكون في وصف الفيديو. برده في كلام في الموبايلات، شاومي منزله عروض كتيره جدا على موبايلاتها، وتقريبا كلها العروض مش اللي هو سعر مش قوي قوي. انت بتتكلم تقريبا في 3% 5% اكتر، عرض كان حوالي 10%، ولكن على كل موبايلات نازل عليها تخفيضات كلها اللي هو بلا استثناء، من اول اعلى موبايل لغايه اقل موبايل نازل عليه تخفيضات. على حسب انت عايز ايه هتلاقي كل لينكات الموبايلات اللي نازله تخفيضات هتكون في وصف الفيديو، ادخل بص على بالك كلها وخد التخفيض اللي يناسبك. ولكن هو برده مش التخفيض القوي اللي هو انت بتتكلم في 3% 5% تخفيض بس. الفيديو بتاع بلاك فرايداي ما اتكلمناش فيه عن عروض اللابتوبس، ولكن المره دي في عرض ممتاز على لابتوب من دل. الدل 3567. اللابتوب ده يا جماعه نازل من حوالي 12500 ل 10000 جنيه فقط، وفي السعر ده بيكون ارخص لابتوب، بيجي معالج كور اي 7 ب 10000 جنيه فقط. بصراحه بنصح جدا باللابتوب ده، بال 8 جيجا رامات بتاعته، بال 1 تيرا الهارد بتاعه، مش اساس دي، هو هارد عادي اللي هو لحد ما بطيء، ولكن كامكانيات على بعضها ب 10000 جنيه ده سعر ممتاز لللابتوب ده. في نقطه بس خلي بالك منها، اللابتوب ده لحد ما مش موجه للجيمنج قوي، اللابتوب ده موجه شويه للبرامج الثقيله زي مثلا مونتاج حاجات زي كده. لابتوبس الجيمنج محتاج كارت شاشه يكون اقوى من كارت الاي تي اي ال 2 جيجا هنا، تحتاج كارت انفيديا يكون 4 جيجا او 6 جيجا عشان يشغل العاب احسن. هنا يشغل العاب اه، ولكن مش بنفس جوده مثلا اللابتوبس الثانيه اللي هيكون فيها كارت شاشه من انفيديا. ولكن مره ثانيه كمعالج كور اي 7 موجود في اللابتوب ده، هو ارخص لابتوب موجود في مصر تقريبا ب 10000 جنيه بمعالج كور اي 7. فاكرين يا جماعه تلفزيون سامسونج اللي اتكلمنا عليه في المره اللي فاتت؟ هو نزل عليه تخفيض 1% زياده كمان، ونزل تخفيض كمان على النسخه اللي مش كيرفد، يعني في نسخه 55 بوصه 4K من التلفزيون بحوالي 10000 جنيه، والنسخه ال 4K 55 بوصه الكيرفد بحوالي 10800. في فرق تقريبا 800 جنيه بين الموديلين. الموديلين نزل عليهم تخفيض، واحد 10% واحد 12%، وده يعتبر تقريبا 1% اكتر من المره اللي فاتت، يعني اسعار متقاربه جدا، ولكن 10% تخفيض على التلفزيون، 10% تخفيض حقيقي على التلفزيون مش فيك. العرض عن الايفون 8، الايفون 8 نازل من 15000 ل 13000. هو ما كانش 15 قوي، هو تقريبا كان 1400 1200، بس مازال في تخفيض حوالي 1000 جنيه، فانت عايز تشتري ايفون ده الوقت المناسب انك ممكن تشتري واحد. دي كانت عروض البلاك فرايداي الاسبوع ده، اتمنى تكون عجبتكم. احتمال هيتعمل عرض ثالث، فيديو ثالث للبلاك فرايداي تاني، ولكن مش اكيد. لكن اللي اكيد هيحصل ان العروض دي هتنزل على صفحتي الفيسبوك وعلى الانستجرام، لازم تتابعوا هناك عشان ما تفكوش العروض دي. عامة يا جماعة شكرا، شفت الفيديو تكملوا دكتور اعملوا لايك وتعملوا شير للفيديو عشان الناس تستفيد من العروض دي قبل ما تخلص. واهم حاجة في الموضوع انك لو لقيت عرض عجبك فعلا ما تستناش واشتريه بسرعة، عشان العروض دي بالظبط يوم يومين وهتلاقيها كلها اختفت وما بقتش موجودة، او هتلاقي العرض باللينك اللي هحطه ولكن بسعر اكتر من اللي قلته في الفيديو. فلو لقيت حاجة كويسة روح اشتريها بسرعة. شكرا شفت الفيديو، اتاكد ان اشترك في القناة
اشوفكم في الفيديو.